نشرة الأخبار من يمن شباب، حياكم الله. والبداية مع العناوين. مواجهات بين الجيش والميليشيات في عدة جبهات بتعز، والعسكرية الخامسة ترفد جبهات المنطقة بأعداد كبيرة من المقاتلين. مقتل وإصابة أربعة من قيادات الميليشيا بانفجار لغم في البيضاء، وقتل حوثيين في مواجهات بجبهة كرش في لحج. مظاهرة في عدن تأييدا للمحافظة المفلح، ومشترك تعز يطالب الجيش بإخلاء مدارس المحافظة ويدعو الحكومة لدفع مرتبات المعلمين. أهلا بكم. أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح أن إيران وهي مكمن الخطر ومصدرها الذي يهدد مستقبل اليمنيين، وأن جميع الحوثي الانقلابية تمثل أداتها في اليمن. وقال في سلسلة تغريدات نشرها على موقعه في تويتر أن اليمنيين جميعا يعرفون مكمن الخطر الذي يهدد مستقبل اليمن واليمنيين، ويعرفون تبعية الحوثي وولائه لإيران. وأعرب عن ثقته بأن اليمنيين جميعا بمختلف مشاربهم يعرفون مكمن الخطر ومصدره، وأن الحوثي أداة من أدوات إيران، لافتا الانتباه إلى أن الجيش اليمني سيرفض الاستجابة لأوامر من استهداف حياتهم وعتادهم العسكري، وأحل بدلا عنهم ميليشيا وحاول الزج بهم في حروب عبثية مع إخوانهم اليمنيين ومع دول الجوار. دعا رئيس الوزراء أحمد بن دغر المجتمع الدولي، دعاهم إلى الوقوف بكل حزم لمنع التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة، مضيفا أن تلك التدخلات أضرت بالمصالح المشتركة وتشكل خطرا لدول العالم. وقال خلال لقائه في العاصمة البحرينية المنامة سفراء الدول العربية والأجنبية وخصوصا سفراء الدول الثماني عشر الراعين للمبادرة الخليجية، أن الأوان من اتخاذ قرار حاسم وعاجل من المجتمع الدولي إزاء تدخلات إيران في المنطقة العربية واليمن على وجه الخصوص. وأكد أن الدول العربية التي يقف معها المجتمع الدولي لن يسمح بالمد الإيراني في المنطقة العربية. وجاء الرد من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل ووقوف كل العرب إلى جانب الشعب اليمني مدافعا عن حقوقه المشروعة واستعادة دولته. كما أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر استعداد الدولة لاستجابة لمساعي السلام وإنهاء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الدولة، إذا استجاب الانقلابيون لشروط الانسحاب وتسليم السلاح والخروج من العاصمة وعادوا إلى جادة الصواب. وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المحافظات المحررة خلال لقائه أبناء الجالية اليمنية، أشار بن دغر إلى أن الحكومة استطاعت تطبيع الأوضاع والمساهمة بشكل فعال في إعادة الحياة إلى طبيعتها، مبينا أن قوات الأمن تمكنت من الحد من العمليات الإرهابية من خلال استهدافها العمود الفقري للإرهاب بمساندة دول التحالف العربي. على وقع طموحات الحوثيين وسعيهم لقمع شركائهم في انقلاب صنعاء، تستعيد الشرعية زمام المبادرة عبر ترتيبات لضبط أوضاع المحافظات المحررة ومؤشرات معارك تحرير على طول الساحل الغربي ومحافظات أخرى. بين تسارع خطى الانقلاب في صنعاء نحو الهزيمة شمالا وانحسار نفوذ مجلس عيدروس الزبيدي جنوبا، تستعيد الشرعية زمام المبادرة وتعزز نفوذها في عدن بدعم سعودي على الأصعدة السياسية والعسكرية والإغاثية. كما تتأهب الشرعية لاتخاذ خطوات ستكون مفاجئة للانقلابيين في الحديدة وصعدة، بحسب مصادر عسكرية خاصة ليمن شباب تحدثت عن استعدادات ضخمة في المخا وميدي قد تكون وجهتها تطويق ميناء الحديدة، وتعزيزات ضخمة لقوات النخبة إلى منفذ علب بمحافظة صعدة، ووصول معدات عسكرية ترافقها قوات بشرية إلى منطقة كرش ما بين محافظتي لحج وتعز. ويعيش الانقلابيون في صنعاء وصعدة وضعا داخليا سيء، وملامح الانشقاق والتصدع بين الحليفين تتفاقم، فيما عبد الملك الحوثي والناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام ظهرا في خطابيهما بالأمس يترجيان السلام بلغة مهزوزة ومهزومة وانهزامية، وهم الذين طالما أشعلوا الحرب ورفضوا كل فرص السلام. وجنوبا ينكمش مجلس عيدروس الذي وصفته السلطة الشرعية بالانقلابي، واختار الزبيدي العودة إلى محافظة الضالع بعد أن باتت عدن غير مستعدة لتحمل مزيدا من المشاكسات والاستعراضات والعنتريات. تغييرات
تعود في مجملها لصالح السلطة الشرعية في البلاد، وجميع المؤشرات تؤكد تآكل انقلاب صنعاء واضمحلال مجلس عيدروس، لكن ذلك يتوقف بحسب مراقبون إلى مدى جدية الشرعية في الاستفادة من تلك التغييرات. وهل ستفعل ذلك؟ زارت قيادات حكومية عددا من المواقع والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، وذلك بهدف الاطلاع على الجاهزية القتالية والعسكرية لقوات الجيش الوطني. وثمن محافظ ريما محمد الحوري والمحويط صالح سميع التضحيات الجسيمة التي تبذلها قوات الجيش الوطني في سبيل تحرير الوطن كاملا وإقليم تهامة على وجه الخصوص، مشيدين بالانتصارات والتقدم للجيش الوطني الذي شهدته المنطقة مؤخرا. هذا وأعلنت المنطقة العسكرية الخامسة رفضها جبهات القتال في جبهتي ميدي وحرض بعدد من المقاتلين. جاء ذلك خلال احتفال للمنطقة بالدفعة القتالية الأولى والتي جاءت ثمرة جهود طويلة وكبيرة بذلت لتعزيز قدرات ومهارات المقاتلين. ونعود حول الزيارة التي تمت من قبل محافظي ريما وأيضا المحويت. يعني للمزيد حول هذه الزيارة ينضم إلينا مراسلنا سعد القاعدي من هناك. سعد، مساء الخير. مساء الخير أحمد. بداية، يعني كانت هناك زيارة أو زيارات زارت قيادات حكومية عدد من المواقع والوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة، وأيضا كان هناك على رأس هذه الوفود محافظ ريما والمحويت. يعني نريد فقط أن تطلعنا على أهم المواقع التي زارها المحافظين، وأيضا يعني ما أهداف هذه الزيارة. نعم، تفقد محافظة ريما الشيخ محمد علي الحوري ومحافظ محافظة المحويت الدكتور صالح سمي، نعم، ومعهم قيادات من إقليم تهامة من بينهم عضو مجلس النواب الأستاذ مفضل إسماعيل أبارة، عدد من المواقع والوحدات العسكرية في كل من جبهتي حرض وميدي، واطلع الوفد على الجاهزية القتالية والعسكرية لأفراد الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة. نعم. تأتي هذه الزيارة بعد اللقاء الذي جمع محافظي المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة الانقلابيين مع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، الذي حث من خلاله المحافظين على دعم ومساندة الجيش الوطني وكذلك تحشيد المقاتلين إلى جبهات القتال وبذل المزيد من الجهود حتى تحرير بقية أراضي المحافظات التي لا تزال ترضخ تحت سيطرة الانقلابيين. نعم سعد، يعني ما هي أبرز الأشياء أو أبرز المعطيات التي خرجت بها هذه الزيارة؟ نعم، اطلع الوفد على زار الوفد العديد من المواقع العسكرية ومواقع القتال، وكان معهم قيادات وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة ممثلة في اللواء عمر سجاف وعدد من الضباط وقيادة المنطقة. نعم. الذين رافقوا المحافظين والوفد الذي معهم خلال تفقد المواقع القتالية، والتقى الوفد بالعدد من المقاتلين وجنود المنطقة واستمعوا إلى العديد من مشاكلهم من ضمنها تأخير المرتبات وغيرها من المشاكل التي يعاني منها أبطال المنطقة العسكرية الخامسة. نعم. من جهتهم حث الوفد أبطال الجيش الوطني على المزيد من التضحية والتحلي بالعزيمة والصمود ومواصلة النضال حتى تطهير محافظات من الانقلابيين، ومن ثم اجتمع المحافظان مع القيادة في المنطقة وناقشوا احتياجات المنطقة من سلاح وعتاد وغيرها، وثمن الوفد التضحيات الجسيمة التي يقدمها أبطال الجيش الوطني قيادة وأفراد في المنطقة العسكرية الخامسة في تحرير في سبيل تحرير الوطن كاملا وأقليم تهامة بوجه الخصوص. نعم، مراسلنا سعد القاعدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في محافظة تعز وسط اليمن، واندلعت اشتباكات في محيط وادي الزنوج وجبهة الأربعين شمال المدينة، تمكن خلالها الجيش من إحباط محاولة تقدم للميليشيا، في حين تصدت قوات الجيش لهجوم مماثل في جبل الضعيف وجرداد في جبهة الوازعية، بينما قصفت مدفعيات الجيش مواقع الميليشيا في تبة السلالي شرق المدينة. إلى ذلك شنت القوات السعودية المرابطة على الحدود قصفا مدفعيا وصاروخيا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية منبى في محافظة صعدة. وقالت مصادر ميدانية أن القوات السعودية تكثفت عمليات القصف بعد ساعات من استهدافها مواقع للميليشيا في مديريتي غمر وكتاف.
إلى لحج، حيث هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع للميليشيا الانقلابية في منطقة كرش. وقال مصدر إن الهجوم استهدف مواقع الحوثيين في التلات السوداء بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف شنته القوات الحكومية على مواقع الحوثيين في الشريجة، ما أسفر عن مقتل 4 حوثيين وإصابة 6 آخرين. إلى محافظة الضالع، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات الانقلابية على أطراف عيس بجبهات مريس، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش والميليشيا على أطراف عيس جبهة مريس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين واستشهاد أحد أبطال الجيش الوطني. لقي قيادي في الميليشيا الانقلابية بمحافظة البيضاء مصرعه وأصيب 3 من القيادات الميدانية في انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في مواقع بمديرية قيفة. وأوضحت مصادر أن القيادي الميداني الموالي للمخلوع عزيز السدح لقي مصرعه فيما أصيب كل من القيادي الحوثي أحمد فضل عامر وشقيقه القيادي الشهابي فضل عامر وحاتم زيد صالح. أكد التحالف العربي لدعم الشرعية قيام ميليشيا الحوثي وصالح باحتجاز سفينة تجارية تحمل علم بنما في ميناء الحديدة. وقال مصدرنا في التحالف أنهم تلقوا اتصالات من ربان إحدى السفن التجارية بميناء الحديدة، أكد خلالها أن هيئة إدارة ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي والمخلوع احتجزت السفينة في منطقة رمي المخطاف بعد أن تم التحفظ على جميع أوراق السفينة بدون توضيح أسباب الخطورة. حرب الخطابات على أشدها بين شريكي الانقلاب الحوثيين وصالح مرشحة للتصاعد والانفجار في مرحلة ما مهما بلغت قوة صبر واحتمال مؤتمر صالح، فالجشع الحوثي لافتراس كل شيء كفيل بتفجير الوضع داخل عاصمة الانقلاب. إلى التفاصيل. الخلاف بين المؤتمر وأنصار الله. خرج المخلوع صالح عن صمته أخيرا في خطاب ألقاه يوم أمس أمام حشد من أنصاره في إطار الاستعداد والتهيئة لمهرجان ذكرى تأسيس حزب المؤتمر، وهاجم جماعة الحوثي لأول مرة وهدد بفض الشراكة معها. المخلوع اتهم ما تسمى باللجنة الثورية الحوثية بالسيطرة على المجلس السياسي وما تسمى بحكومة الإنقاذ الإنقلابية، داعيا جماعة الحوثي إلى التوقف عما وصفه بإعلان البيان رقم 1 التي تسعى الجماعة لإعلانه. وسرد المخلوع الصالح أسباب الخلاف المتفاقم مع جماعة الحوثي، حيث قال أن ما تسمى باللجنة الثورية والإشرافية تتحكم بما تسمى بحكومة الانقلاب والمجلس السياسي وتنهب الرواتب وترفض احترام الدستور والقانون حد وصفه. ومن الواضح أن خطاب المخلوع الصالح كان ردا مباشرا على خطاب عبد الملك الحوثي الجمعة، والذي اتهم حزب صالح بالسيطرة على الهيكل الإداري والتنفيذي للدولة ولعب دور الطابور الخامس وتعطيل عمل القضاء والأجهزة الرقابية وتحميل جماعته المسؤولية منفردة، كما وصف حزب المخلوع بالخيانة ونعت أتباعه بالدجاج. وبدا المخلوع صالح قلقا ومذعورا من انتشار ميليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء مؤخرا، وخاطب الحوثي أن ليس بإمكانه الفرار فيما لو قام بتفجير الوضع في صنعاء، محذرا ميليشيا الحوثية المتواجدة في صنعاء من محاولة إحداث أي فوضى، مؤكدا على أن قواته وأتباع حزبه متواجدين في صنعاء في إشارة إلى جاهزيتهم للمواجهة. ويدرك المخلوع صالح أن الفرصة سانحة ومهيئة لتحريك الشارع في صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين ضد الحوثيين، ويعمل على هذا الوتير خلال الآونة الأخيرة، إذ أكد الأحد في خطابه أن هناك قدرة على صرف المرتبات إذا وردت الأموال للبنك المركزي مباشرة بدلا من العبث التي تتعرض له من قبل اللجان الحوثية. وطيلة عمر الانقلاب الأسود ظل المخلوع صالح في جميع خطاباته ولقاءاته وأنشطته يحمل الحوثيين مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وكان ذلك في سياق خطة محكمة تنتهي بقلب ظهر المجان على شريكه الحوثي، إذ أن تاريخ صالح مليئا بالخيانات ونقض الاتفاقات والانقلاب على الحليف. وفي المقابل يردد الحوثيون منذ عامين بأن نهاية المخلوع صالح محتومة، ويستحضرون عقدة الثائر لمؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي. قالت وزارة الأوقاف أن 20,000 حاج يمني وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى أمس منذ بدء عملية التفويج هذا، وأخمد الدفاع المدني السعودي حريقا شبا في أحد الفنادق بمكة المكرمة والتي يقيم فيها حجاج يمنيون. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي ياسر هادي من المملكة العربية السعودية. مساء الخير سيد ياسر.
يا مساء النور، اهلا ومرحبا بكم. بداية يعني باعلان وزارة الاوقاف ان 20,000 حاج يمني وصلوا الى الاراضي المقدسة حتى امس الاحد منذ بدء عملية التفويج، هل اكتملت عملية التفويج بهؤلاء 20,000 ام هناك مزيد؟ اولا لا زالت الى هذه اللحظة تصل الافواج من حجاج بيت الله الحرام. نعم، أمس استقبل وزير الأوقاف والإرشاد رئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور أحمد عطية فوج قادم من الأراضي اليمنية، ومضوا عبر منفذ الوديعة الذي يستقبلهم الوكيل لشؤون قطاع الحج والعمرة. نعم، مختار الرباش. لا زالت الأفواج يعني تصل إلى الأراضي المقدسة، ويعتقد أن يعني احتمال أن نهاية الأسبوع يكتمل العدد حسب الخطة التي أعدتها وزارة الأوقاف والإرشاد. نعم، جميل. يعني من خلال تفويج الحجاج، ما هي أبرز المشاكل يعني أو ربما جوانب القصور التي واجهها أو واجهتها عملية تفويج الحجاج؟ أعتقد أن هذا العام أو هذا الموسم هو عام نموذجي بكل المواصفات، لأنه تم ترتيبه لا مسبقا، لكن الحقيقة هناك معوقات وصعوبات تعرض لها الحجاج بسبب الطريق. أنت تعرف عورة الطريق الموجودة في بلادنا حتى منفذ الوديعة، يعني كالحدث الذي حصل قبل أسبوع، وأيضا تعرف بعض لا يمكن لوزارة الأوقاف أو لأي جهة أن يتأمل موضوع الطريق، لأن موضوع الطريق هذا يعني بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني نريد أن نتحول إلى موضوع آخر حول الحريق الذي اندلع بأحد فنادق مكة المكرمة والذي كان يقطنه عدد من الحجاج اليمنيين. يعني نريد منك بداية أن تطمئننا على صحة الحجاج اليمنيين، هل كان هناك إصابات أو أي مشاكل من هذا القبيل؟ نعم، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. نعم، ليلة أمس تحرك الدفاع المدني، وصل بلاغ من قبل الفندق، فندق درة المشاعر. نعم، الواقع في منطقة العزيزية بمكة المكرمة. وهو فندق يعني واقع بالقرب من بعثة الحج اليمنية. وزير الأوقاف والإرشاد تحرك إلى مكان الحادثة، وكان الدفاع المدني موجود، أخمد الحريق كان ناتج عن شورت كهربائي أدى إلى احتراق المكيف. نعم، وبعض الأماكن التي كانت موجودة يتواجد فيها الحجاج. نعم، تم إجلاء الحجاج بالكامل وهم من أبناء مدينة عدن. نعم، تم يعني إخلاءهم أو إجلاء المكان إلى منطقة إلى أدوار سيد مختلفة. سيد ياسر، عذرا لضيق الوقت، لكن نريد منك فقط أن تحدد إذا كان هناك لا سمح الله إصابات أو لا. أي نعم، أو أي أضرار أصابت الحجاج اليمنيين؟ نحن نطمن الحجاج، نطمن أهالي الحجاج في اليمن. نعم، أنه لا إصابات، الدفاع المدني سيطر وأخمد الحريق، هذا يعني ناتج عن شورت كهربائي. نعم، وصلت الفكرة. نعم، نشكرك جزيلا الحريق. الصحفي ياسر هادي، كنت معنا من المملكة العربية السعودية، شكرا لك. شهدت العاصمة المؤقتة عدن تظاهرة شارك فيها المئات للمطالبة بتسليم مبنى المحافظة بالمعلى للمحافظ عبد العزيز المفلحي. انطلقت تظاهرة من مديرية الشيخ عثمان وطافت أرجاء المدينة مرددين فيها هتافات مؤيدة للمحافظ، مؤكدين معارضتهم لأي تحركات سياسية مناوئة للمحافظ المفلحي وتأييدهم له. وفي عدن أيضا دعا ناشطون إلى وقفة احتجاجية مناهضة لحمل السلاح في المحافظة. وبحسب القائمين على الدعوة، من المقرر تنفيذ الوقفة الاحتجاجية صباح الأربعاء المقبل أمام حديقة فان سيتي بمديرية صيرة لمطالبة الحكومة وأجهزتها بمنع حمل السلاح في مدينة عدن. مقتل الشاب عمرو حزام برصاص شرطة كريتر عدن أثار سخطا في العاصمة المؤقتة تجاه ممارسات هوجاء تقترفها أجهزة الشرطة، بات من الصعب السكوت عنه. إلى التفاصيل. عدن امتلأت حزنا وهما وغما بكل التصرفات الرذيلة التي تمارس باسم الأمن من بعض من ينتمون إليه، فالقلة من ضعاف النفوس شوهوا القيمة النبيلة لمنتسبي الشرطة والأمن بعدن، فبعد أن كانت الشرطة في خدمة الشعب أصبحت مصدر قلق وعبث بأمن وحياة الشعب. فبعد جريمة البنك الأهلي
مرورا باغتيال مدير أمن رصد بعدن، وأخيرا بمقتل الشاب عمرو حزام الأعزل بمدينة كريتر ليلة أمس برصاص رجال الشرطة بعد محاولته التدخل لفض شجار شب بينهم ومواطن آخر كان في محله التجاري. قتل الولد يعني بدون أي دم، فنحن نطالب أنه يجب أنه هذا الشخص يجب أن يقاصص، يجب أن يعني يأخذ الحد منه. هذا أمر الله، شرع الله أنه الإنسان إذا قتل الإنسان يجب أن يقتل، مش يقتل الإنسان ويعني ما عاد يلاقي قرين. يطالب أهالي الضحايا والمواطنين بعدن بمحاكمة علنية وتطبيق القانون ممن اعتقدوا أنهم فوق القانون، وأن حياة المواطن بعدن أصبحت بلا قيمة، فسولت لهم أنفسهم العبث والاستخفاف بحياة شباب عدن بدم بارد. في ذات الوقت وجه محافظ عدن الإجهزة الأمنية بالبت العاجل في قضية مقتل الشاب عمرو حزام، لكن توجيه المحافظ ومدير الأمن بالتحقيق بحادثة البنك الأهلي واغتيال قماطة لا يعلم المواطن إلى أين وصل، فهل هي مجرد توجيهات تمتص غضب الشارع أم أن هناك خفايا لا نعلم بها؟ ونتمنى من الجهات المختصة أن تأخذ بحقنا. توجيهات بسرعة البث والقبض على الجناه ولجان تتبعها لجان، وفي ذات الوقت يشيع أهالي الضحايا أبنائهم بينما يسرح القتلة والجناه بكامل حريتهم، مسميات عدة تندرج تحت مظلة الحفاظ على الأمن والقانون، ولكن واقع الحال أن الجميع يحمل السلاح والانتهاكات تستمر، إما اغتيالا رجال الأمن أو المواطنين في الشوارع أو التعذيب حتى الموت في سجون لا تنتمي إلى الأمن الذي نعرفه. ابتهال الصالحي لقناة يمن شباب من العاصمة عدن. تسببت خلافات بين قيادات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في محافظة ذمار حول إيرادات الجمارك في نقل مكتب الجمارك المستحدث من قبلها في المدينة إلى مديرية دمت بمحافظة الضالع الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات استحدثت إلى جانب ذلك مكتبا في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، مشيرة إلى أن الخلافات بين الحليفين تصاعدت لتصل إلى حد التهديد بمواجهة مسلحة والدخول في صدام مسلح مع بعض القيادات المؤتمرية حول خلافات مالية. اتهامات مفرطة كالها زعيم التمرد الحوثي لمؤتمر صالح شركاء وشركائه في الانقلاب، ووعيد صادر عن مختلف القيادات السلالية التي كشرت عن أنيابها مهددة بابتلاع صالح وحزبه، لكن كل ذلك يبقى في حدود الحرب الكلامية حتى الآن. إلى التفاصيل. ما الذي يدور في صنعاء؟ تساؤل يبحث عن إجابة بين خلافات شركاء الانقلاب والدمار. وهل اليمنيون أمام محطة صراع حقيقية بين المخلوع صالح وشريكه الحوثي؟ وما الذي استجد إذن حتى يدخل الحليفان في صراع كهذا؟ بالأمس نعت عبد الملك الحوثي أتباع حزب المخلوع صالح ووصفهم بالدجاج والخونة وكائنات الاستسلام، بينما أنصاره هم رجال الحرب والقتال حد وصفه. يتهم الحوثي حزب المخلوع بالخيانة وتوجيه طعنات في ظهر جماعته لصالح التحالف العربي والشرعية، وفي المؤسسات يؤكد الحوثي أن أتباع المخلوع هم المسيطرون عليها وهم عتاولة الفساد، ومن ثم يتوعدهم بالمحاسبة. في المقابل يرسل المخلوع إشارات الإطمئنان للحوثي بأن مهرجان المؤتمر الذي يعد له بعد أيام لا يهدف لإيصال رسائل للحوثي، فيرد عليه الحوثي أنها ليست مرحلة مهرجانات وانتخابات وإنما مرحلة اقتحامات، وعلى المؤتمر الشعبي العام أن يلتزم بما تحدده قيادة الجماعة. وبين تهديدات عبد الملك الحوثي وخنوع المخلوع الصالح وشعور أتباع حزب المؤتمر بالذل والإهانة، يرسل وزير حوثي رسائل أكثر وضوحا وأقصى إيقاعا على أتباع حزب المؤتمر، فيصف حسن زيد المخلوع بالصنفور الذي يجب قلعه. فهل يترجم عبد الملك الحوثي غضبه من أتباع حزب المؤتمر بقلع ما يصفه حسن زيد بالصنفور الذي هو المخلوع الصالح؟ وهل تملك جماعة الحوثي الجرأة والقدرة على التخلص من المخلوع؟ أم سيغدر بهم المخلوع كعادته؟
دعت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز الجيش إلى إخلاء المباني التابعة للتربية والتعليم بالمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنجاح العام الدراسي الجديد 2017-2018. وشددت الأحزاب في بيان على الحكومة وأن على الحكومة القيام بدفع مرتبات المعلمين بصفة خاصة والموظفين بصفة عامة لاستئناف المدارس عامها الدراسي المقبل وإنجاح العملية التعليمية والتربوية في الظروف القائمة. وحملت الأحزاب الحكومة مسؤولية الآثار السلبية التي تنعكس على العملية التعليمية بسبب عدم صرف المرتبات، داعية السلطة المحلية واللجنة الأمنية العليا بالمحافظة إلى إعطاء القضية الأمنية أولوية خاصة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع ونشر الفوضى. أكد تقرير حقوقي أن جماعة الحوثي احتلت المرتبة الأولى في قائمة المنتهكين للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، بواقع 82 انتهاكا من إجمالي عدد الانتهاكات المرصودة خلال الفترة والبلغة 130 انتهاكا. وطالب التقرير الذي أصدره مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي طالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها والضغط على جماعة الحوثي بالإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها بعد مرور عامين على أغلبهم في الاعتقال. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. مساء الخير سيد مصطفى. اهلا وسهلا بك. بداية يعني التقرير الذي اصدره مرصد الحريات الإعلامية التابع لمركزكم، يعني نريد ان تحدد لنا ما الجديد في هذا التقرير وعلى ماذا يستند؟ التقرير يستند الى رصد ميداني للانتهاكات التي يتم ممارستها ضد الحريات الإعلامية، ويوثق هذه الحالات بتفاصيلها بعد التأكد من كل حالة. هذه الحالات طبعا يعني بلغت 3 حالات قتل و11 حالة إصابة و17 حالة اختطاف و18 حالة اعتداء، إضافة للاقتحامات والإيقاف والقطع عن العمل والتحريض وغيرها. هذه كلها إجمالا حالات مثبتة ضد الحريات الإعلامية، سواء كانت من قبل جماعة الحوثي أو من قبل الأطراف الأخرى كأطراف تابعة للحكومة الشرعية وغيرها. وبالتالي هذا التقرير يرصد هذه الحالات ويوثقها كجزء من جهود هذا المرصد للتعرف على حجم الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد الحريات الإعلامية في اليمن. ونطالب أن يتم وقف أي انتهاكات ضد الحريات الإعلامية، لأن الصحفيين يمارسون عملهم في نقل الحقيقة للمجتمع، وبالتالي هم ليسوا أعداء لأحد وإنما ينقلون الحقيقة. ونطالب أيضا بإسقاط الأحكام الجائرة كحكم الإعدام، بالإضافة إلى الإفراج عن السجناء المعتقلين. الانتهاكات التي تعرض لها الإعلام كبيرة للغاية، وهي وصلت إلى ما يقرب من 1000 انتهاك منذ 2015 وحتى منتصف العام الجاري، وهي نسبة عالية جدا. قتل خلالها العديد من الصحفيين، هناك أحكام بالإعدام لأول مرة، هناك صحفيين معتقلين ومختطفين أيضا منذ أكثر من عامين. وهذه الوضع هو وضع بكل تأكيد وضع العديد من التحديات أمام حرية الإعلام وأمام نقل المعلومات للمواطنين اليمنيين. نعم، يعني أنتم طالبتم المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالقيام بواجبها والضغط على جماعة الحوثي، هذه المطالبات هل لاقت صدى عند المجتمع الدولي أو حتى عند المنظمات الإنسانية؟ طبعا هناك استجابة، والعديد من التقارير الدولية تتحدث عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وتم تضمين هذه الانتهاكات في كل التقارير كما قلت الحقوقية الصادرة عن هذه المنظمات. لكن ما زالت الضغوط على لإخراج الصحفيين سواء كان من الوكالات الحقوقية التابعة للمتحدة أو من غيرها ما تزال دون المستوى المطلوب. ما تزال قضية الإعلاميين اليمنيين والانتهاكات التي يتعرضون لها على المستوى الإقليمي والدولي
أقل من أن تحظى أو أقل من ما يمكن أن تحظى به من اهتمام. هناك العشرات من الصحفيين لا تستطيع أسرهم زيارتهم، أيضا هناك مخفيين، وهذه الحقيقة جرائم لا تسقط كما قلت بالتقادم، ويفترض أن يكون هناك ضغط من قبل المنظمات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية للإفراج عن هؤلاء الصحفيين ووقف الانتهاكات وإتاحة المجال للصحفيين للعمل. يعني سيد مصطفى، من خلال ما تحدثت عنه أن هناك قصور من قبل في دور المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للقيام بواجباتها، ما أسباب هذا القصور برأيك يعني في يعني مقابل هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين من قبل جماعة الحوثي؟ هناك عدة أسباب لهذه الحالة. أولا عدم وصول صوت الصحفيين بشكل كبير لهذه المنظمات، وهذا يعود إلى أنه يعني لابد من دور فاعل لنقابة الصحفيين وللمنظمات المعنية بالحريات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان في اليمن، بحاجة إلى تكثيف جهودها في هذا الجانب لإيصال هذا الصوت وإيصال هذه الانتهاكات للمنظمات الإقليمية والدولية. والأمر الآخر أيضا هناك تسييس لبعض المنظمات في الحقيقة الدولية وعدم وغض الطرف عن بعض الانتهاكات التي تتم، وبالتالي لابد من أن يكون هناك صوت قوي لمناصرة الصحفيين. يعني مثل أي منظمات؟ مثل أي منظمات؟ هل لك أن تذكر لنا؟ هناك العديد من المنظمات الدولية المعنية في هذا، إن كانت إقليمية أو دولية، هناك الاتحاد الدولي للصحفيين ومركز حماية الحرية وكثير من اللجان المعنية بحماية الحقوق والحريات على المستوى، سواء كان حماية الحريات والحقوق عامة أو فيما يتعلق بالصحفيين على وجه الخصوص. هناك العديد من اللجان والاتحادات المعنية بحرية الإعلام، وهذه كلها معنية بأن يكون هناك حرية ومعنية أيضا بالدفاع عن الصحفيين. أنت تحدثت عن، ربما يعني إذا لم أفهمك بشكل خاطئ، تحدثت عن بعض المنظمات التي تسيس المسألة. أنا أقصد أن هناك إغفال أو عدم اهتمام كبير. هناك المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهذه يفترض أن يكون شغلها تجاه قضية الإعلاميين أكبر بكثير. أيضا لابد أن تكون قضايا الاعتقالات وضرورة الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ضمن أجندة إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وغيرها من المفاوضات. للأسف الشديد قضية الصحفيين لا تحضر بشكل واضح كقضية من القضايا ذات الأولوية في أي مفاوضات سياسية. الصحفيين يجب ألا يدفعون ثمن لهذه الحرب، ويجب لأنهم هم يعني ناقل للمعلومة، هم شهود على الحقيقة، وبالتالي هم ليسوا أعداء لأي طرف. نعم، يعني حقيقة هذا موضوع يعني سيد مصطفى يطول الحديث فيه، لكن نعتذر لضيق الوقت، ونشكرك سيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي ستيفن أندرسون حرص الأمم المتحدة على بذل كافة الجهود لوصول المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء الحرب القائمة. جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤول الأممي في عدن مع رئيس مصلحة الجمارك سالم صالح بن بوريك، وقال بن بوريك إن الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساعدة. أقر لقاء موسع حكومي في محافظة مأرب وضع الخطط الخاصة بضبط المتلاعبين ومن يثبت تورطهم بتهريب المشتقات النفطية. ويأتي القرار ضمن ما سعى السلطات المحلية لمواجهة انتشار السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالمشتقات النفطية وحصص مديريات المحافظة منها. بدأت في محافظة مأرب حملة واسعة النطاق للتوعية بمخاطر الكوليرا ومعالجة المياه بالكلور، تستهدف أكثر من 31 ألف منزل في المحافظة. إلى التفاصيل. للحد من تفشي وباء الكوليرا والعمل على تقليل نسبة الإصابة به بين المواطنين، دشنا بمحافظة مأرب حملة توعوية مجتمعية شاملة من منزل إلى منزل حول مرض الكوليرا. الحملة التي ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة وبدعم من منظمة اليونيسف وتستمر على مدى أسبوع،
تعمل على معالجة مياه الشرب بمادة الكلور في المناطق المشتبهة بوجود الوباء فيها، وتستهدف الحملة 31 ألف منزل من خلال 380 فريق توعوي ميداني. تنطلق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر مرض الكوليرا. نحن في محافظة مأرب تتحرك الفرق لتستهدف 31 ألف منزل بقوة 392 فريق طبي و200 خطيب وإمام جامع. هذه الحملة سوف تستهدف المنازل منزل منزل، سوف يكون فيها الفرق بالتوعية وبالتثقيف لجميع أفراد المجتمع إن شاء الله تعالى حول مخاطر الكوليرا ومسبباته وطرق المعالجة وكيف يكون الوقاية من ذلك. وبالتوعية يستطيع المجتمع تحدي انتشار الوباء الذي يفتك باليمن من خلال رفع الوعي الصحي والسلوك السليم والحرص على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة. رشاد النواري، يمن شباب، مأرب. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مواجهات بين الجيش والميليشيات في عدة جبهات بتعز، والعسكرية الخامسة ترفد جبهات المنطقة بعدد كبير من المقاتلين. مقتل وإصابة أربعة من قيادات الميليشيا بانفجار لغم في البيضاء، وقتل حوثيون في مواجهات بجبهة كرش في لحج. مظاهرة في عدن تأييدا للمحافظة المفلحي، ومشترك تعز يطالب الجيش بإخلاء مدارس المحافظة ويدعو الحكومة لدفع مرتبات المعلمين. ختام النشرة، إلى اللقاء. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.